والله غتكون ديال الام ام اي، غتكون في الاخر ديال هذا العام هذا، ما عرفت وقتاش، مي غتكون. انا كان بريباري دابا، كان تريني مزيان، كنحاول ندير ما بيمكن ديالي باش نبريباري الام ام اي، وغتشوفوني الا كان شي كومبا ديال المواي تاي ولا الكيك بوكسين، ديك نقدر ناخذها في اي وقيته، خاصها تكون الفلوس. نقدروا ناخذوا ديك الكومبا في اي وقيته. ديما انا موجود باش نلعب المواي تاي ولا الكيك بوكسين. ياك هاني الياس خويا امين، بغيت ندير معاك كومبا في تريني مزيان. مي تريني مزيان، اوكي اخويا انا نحاول نتريني مزيان. كوكو هلا هلا خويا امين، تبارك الله عليك خويا امين. امين امين نعلدين التينيس. نصيحه في الرياضه، نصيحه في الرياضه، كل مزيان والرياضه، هذه هي النصيحه اللي نقول لك. كل مزيان اخويا، تريني مزيان، دير الرياضه لانك باش ما تولي بطل، دير الرياضه انك باش تهلا في صحتك، دير الرياضه انك كما كتنوض الصباح خصك تفطر تغدى تعشى، حتى الرياضه خصك دير الرياضه عاد تخرج، ولا كما تنوض الصباح خصك تمشي للطواليت كذلك. مراكن مراكن ام ام اي بلس يو اف سي، ما تنظنش ان الوقت المناسب دابا باش اليو اف سي. اليو اف سي كتقول هو بحال اكبر منظمه دابا كاينه ديال الام ام اي في امريكان ولا في العالم، هي اليو اف سي. سو باش انا باش يمكن لي نلعب في اليو اف سي، خصني نلعب بشي كومبات هنا ونغلبهم عاد باش سميتي توصل للاي يو اف سي. دابا الناس انا كاع من ام ام اي ما كيعرفونيش، انا كندير المواي تاي يعني ما كيعرفوش، كيعرفوني انا يعني كنلعب هادي، ولكن ما كيعرفوا، ما عنديش شي كي تان ريزومي في اليو اف سي، واش فهمتيني؟ امين شي ريزومي في الام ام اي بلا نقدر ندخل به اليو اف سي، خصي يكون عندي ريزومي مزيان. سو اي منظمه بغيتي تدخل لها، ماشي غير كتجي وتدخل لها ولا كتقول هذا عندك الزهر، ماشي بحال المغرب باك صاحبي، لا